كل هو يقودنا إلى خسرت تحقيق عصابات أهداف طيور الحرب، وهي بشكل كبير إعادة للحماس المخطوفين والقضاء على حماس سلطويا وعسكريا، وأن لا يبقى قطاع غزة مصدرا لتهديد المواطنين الإسرائيليين، وكذلك إعادة المواطنين الإسرائيليين في محيط غزة وفي الشمال إلى بيوتهم. نحن حققنا إنجازات لأننا لم نستسلم ولم نخضع للضغوط الداخلية والخارجية، وأنا أقول لكم إن هذا لم يكن سهلا، اضطررت إلى الصمود في مواجهة الكثير من هذه الضغوط، ونحن نحقق ما نحققه لأن الجنود سواء في الميدان وقوات الاحتياط لأنهم لم يستسلموا، إنهم يقاتلون كالأسود وهم مصرون على الانتصار، وأنا مع شعب إسرائيل نقدم لهم الدعم، ونحن على ثقة بصدق طريقنا. وأقول للعائلات الثائرة التي فقدت أعزائها وعائلات المخطوفين الذين تنتظر عودتهم، وأقول للمصابين الذين قاتلوا بشجاعة، أقول لكم بفضلكم وبفضل مواطني إسرائيل فإننا معا سنقاتل وسننتصر معا. نعم، إذن كانت هذه كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تأتي في أعقاب عمليتي اغتيال قامت بها إسرائيل، أولى في الداخل اللبناني والأخرى في العاصمة الإيرانية طهران. نستكمل بقية ملفات هذه النشرة حيث توقفنا في إيران. قال المرشد علي خامنئي بأن الانتقام لدم هنية من واجبات طهران، لأن الاغتيال وقع على أراضيها. بدوره قال الرئيس الإيراني بأنه سيدافع عن سلامة أراضيه وسيجعل المعتدين نادمين على ما فعلوه، معلنا الحداد لمدة 3 أيام على وفاة هنية. هذا وأعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الرد على اغتيال هنية سيكون عبر عمليات خاصة وأكثر صرامة. في شان متصل، أمر المدعي العام الإيراني بتعيين فريق خاص للتحقيق في مختلف زوايا حادثة اغتيال إسماعيل هنية. وخلال اجتماع للحكومة، وجه نائب الرئيس الإيراني بتقديم تقرير حول عملية الاغتيال في أسرع وقت ممكن. محكوم میکنیم این عملیات وحشیانه و ددمنشانه ای که اتفاق افتاد، ان شاء الله با تلاش نیروهای زیره و امنیتی هر چی سریعتر گزارش به مردم داده بشه، و من خواهشم هم اینه که با جدیت کارامون رو دنبال کنیم که احساس نشه که میتونن به ما ضربه بزنن. في الأثناء، هدد السفير الإيراني في لبنان بالرد على عملية اغتيال إسماعيل هنية في طهران، قائلا بأن الرد الإيراني قادم لا محالة. على الجانب الإسرائيلي، قالت هيئة البث إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية سينعقد اليوم بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لبحث التداعيات المتوقعة والسيناريوهات المحتملة. وتختلف الروايات بشأن الطريقة التي اغتالت بها إسرائيل إسماعيل هنية، بين الهجوم من الداخل أو عبر صواريخ من خارج إيران. ردا على اغتيال هنية، في نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن علم بلاده بمحادثة الاغتيال مسبقا، داعيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. Well, of course I've seen the reports and all I can tell you right now is I think nothing takes away from the importance of, as I said a moment ago, getting to the ceasefire, which is manifestly in the interests of the hostages and bringing them home. It's manifestly in the interests of Palestinians who are suffering terribly every single day, children, women, men in Gaza who've been caught in this crossfire of Hamas's making. It's profoundly in the interest of trying to put things on a better path, not only in Gaza, but actually throughout the region, because so much is tied to what's happening in Gaza right now. وعند سؤاله عن اغتيال هنية لم يقدم بلينكن إجابة، لكنه شدد على أن واشنطن ستفعل ما بوسعها لمنع توسع الصراع. I don't think war is inevitable. I maintain that. I think there's always
room and opportunities for diplomacy, and I'd like to see parties pursue those opportunities. And certainly what we've seen along the border, the northern border with Israel, over time, that's, you know, that's been a concern of ours. Again, we're going to do everything we can to make sure that we keep things from turning into a broader conflict throughout the region. من رام الله يلتحق بنا مدير مكتب الشرق محمد دراغمة، ومن واشنطن مديرة مكتب الشرق هبة نصر. محمد، دعني أبدأ معك، ما أبرز ردود الفعل حتى الآن حول هذه العملية، عملية اغتيال هنية؟ نعم هاني، من ناحية الفلسطينيين اليوم نسوا خلافاتهم، نسوا انقساماتهم، توحدوا، كان هنالك حالة من الوحدة الشعبية، من الوحدة السياسية. الرئيس محمود عباس أعلن الحداد وعن تنكيس الأعلام حدادا على روح إسماعيل هنية بصفته رئيس وزراء سابق للسلطة الفلسطينية. أيضا وفد من حركة فتح سيشارك في تشييع جثمان هنية في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين المقبل. عم حداد واسع وإضراب شامل في الضفة الغربية، جرت مسيرات شعبية واسعة منددة بعملية الاغتيال. هنالك حالة من التعاضد والتعاطف الشعبي والرسمي الواسع مع عائلة هنية، مع حركة حماس ومع أسرته الصغيرة. هذا على الصعيد ردود الفعل، لكن من الناحية السياسية هنالك معاني لهذه عملية الاغتيال هذه، خاصة أنها تجري في طهران وهي مركز محور المسمى محور المقاومة في المنطقة. هذا له معاني على الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث يشكل تحديا، يعني هذا ترك حركة حماس إلى حد كبير مكشوفة في قطاع غزة. حركة حماس عندما قامت في هجوم 7 أكتوبر كان في الاعتبار أن لديها محور سيشاركها، سيدعمها، سيوفر لها الغطاء العسكري. من الواضح أن الاغتيالات في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت، أيضا في قلب العاصمة الإيرانية طهران، هذا يقيد أو يضعف فرصة حدوث حالة اشتباك إقليمي واسعة تنهي هذه الحرب، بمعنى أن حركة حماس من الناحية العسكرية ستكمل هذه الحرب، ستخوض هذه الحرب حتى النهاية لوحدها. إسرائيل لا تترك لها أي خيار آخر سوى المواجهة، لا يوجد من ناحية إسرائيل أي حلول وسط. هي اغتالت الرقم الأول في حركة حماس، هذا بالتأكيد له تأثير معنوي، من الناحية التنظيمية لا تأثير كبير، لأن إسماعيل هنية كان سينهي فترة ولايته الثانية في نوفمبر من العام المقبل. بكل الأحوال خلال سنة كان سيخلي منصبه وسيحل محله شخص آخر من حركة حماس. حركة حماس حركة لديها تقاليد وبارعة ولا في الحالات الانتقالية، اغتيل العديد من قادتها، من الشيخ أحمد ياسين مرورا بعبد العزيز الرنتيسي، إبراهيم المقادمي، إسماعيل أبو شنب، صلاح إشحادي، سعيد الصيام إلى آخره. وبالتالي لديها وفرة من الكوادر والقيادات المؤهلة لقيادتها، وخصوصا كلما اغتالت إسرائيل أحد من أو عدد من قيادات حماس هذا يعزز مكانتها أكثر، لأنه شعب تحت الاحتلال يدعم من يضحي ومن يقاوم. فبالتالي من هذه الناحية لا قلق لدى حركة حماس، القلق الأكبر هو أنها لوحدها متروكة في الميدان تواجه منذ 10 شهور حرب طاحنة مدمرة في قطاع غزة، وستخوض هذه الحرب لوحدها. لا محمد، يوجد سنعود إلى هذه النقطة، اسمح لي، أمامها سوى استمرار المواجهة بشكل محدد. في مسألة الاغتيال أريد أن أذهب إلى هبة. هبة، كيف هي آخر ردود الأفعال حول هذه العملية؟ وهناك من يربط ما بين وصول أو انتهاء زيارة نتنياهو إلى واشنطن وبداية هذه العمليات من عمليات الاغتيال، ما هي الصورة لديك؟
يعني بالطبع لا يمكن أن تنظر إليها من دون أن تنظر أو يعني تأخذ في سياق التحليل أننا في سنة انتخابية في الولايات المتحدة على مسافة 3 أشهر و7 أيام من الانتخابات في نوفمبر المقبل وبعد زيارة لنتنياهو. بالطبع هنا رأينا الاستقبال الذي حظي به نتنياهو في الكونغرس، ورأينا اللقاء مع هاريس واللقاء مع بايدن وهواجس الديمقراطيين، بالإضافة إلى لقاء لابد أن تتوقف معه عنده مع دونالد ترامب في ماراليغو. الوضع هنا بالطبع رأينا أو استمعنا إلى التصريحات منذ يوم أمس منذ اغتيال شكر ثم الحديث عن اغتيال هنية، كيف كانت اللغة التي صدرت في البيانات الرسمية؟ أصعب الاختبارات هي هذه الاختبارات في الوقت الضائع، لكن دعني هاني أعود معك ومع المشاهدين خطوتين إلى الوراء إلى بداية الحرب في غزة، وحتى ليس بداية يعني بعد شهرين كيف بدأ الحديث عن استهداف المدنيين وعن أن الأمريكيين يدعمون نتنياهو في عمليات تكون محددة الأهداف targeted operations، وحتى أنهم أخذوا عليهم في مرة يعني تم تفسير كلام عن أنهم يعرفون مكان الضيف ولا يزودونه به، تم تفسيره بطريقة سياسية من قبل الجمهوريين، وضحها البيت الأبيض بأنهم هم جاهزون للمساعدة في المعلومات. الشخصيتان اللتان اختارهما بنيامين نتنياهو، نتحدث عن فؤاد شكر، الموضوع على لوائح العقوبات الأمريكية والمطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ثم إسماعيل هنية اللي هو أصلاً قبل أحداث 7 أكتوبر موضوع على لوائح العقوبات الأمريكية، وأيضا بعد 7 أكتوبر نعلم أن الولايات المتحدة كانت تتحدث بما معناه بأنها لا تمانع يعني استهداف القادة أو عمليات محددة عن المسؤولين عن 7 أكتوبر وليس عن إسماعيل هنية. الآن هذا الوقت الضائع الذي سأعود إليه الآن هو وقت انتخابات، صعب على الإدارة الأمريكية فرض أي شيء، لذلك رأينا البيانات لا يمكنها أن تستنكر استهداف شخصيات هي على لائحة العقوبات. هل باركت هذه العمليات؟ هذا سؤال بالطبع يتحمل الآن بعد قليل كيربي سيكون في البيت الأبيض، أستبعد أن نرى إجابة نهائية في هذا الموضوع، لكن بالتأكيد أشعرت بعمليات إسرائيلية على الأقل في لبنان، هذا ما أوضحه يعني المسؤولون من دون أن يعطوا تفاصيل متى كانت عملية الإشعار، لأنه عند استهداف المبنى الذي تقول إيران أنه تابع لقنصليتها أو قنصلياتها في دمشق، يومها تبين أن الإبلاغ وإشعار الأمريكيين جاء يعني تقريبا مع بدء التنفيذ، وبالتالي هل هذا ما حصل أيضا في بيروت؟ بالنسبة لموضوع إسماعيل هنية، عندما يقول وزير الخارجية أنهم ليسوا على علم ثم يقول مسؤول دفاعي لفوكس نيوز، هي من باب نقطة ثانية تأخذها طيب. الإدارة بعينها. هبة اسمح